بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله أنه يتقبل شهدانا الأخيار الميامين ويشفي جرحانا ويعيد مفقوديننا ويصلح الوطن والمواطن. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين؟ علكم زينين الليلة وكم؟ عشان الواحد ما ينسى، عشان تكون ذكرى يعني دايما. الليلة أربعاء 22 نوفمبر 2023. غياب شديد يا جماعة، غياب شديد وغياب مبرر. أنا عارف، كلنا عارفين الحاجة اللي بتحصل دي، يعني الأخبار بتاعت الجيش والأخبار بتاعت الليلة الدعم السريع استلم والأخبار دي كلها بقت لنا واضحة. يعني بنفتكر إنه الأساسيات لسه محتاجة علاج، عشان كده بنعاين للواقع ده. ده واقع قرينا وعارفينه. أي زول بشير لكم في لايفات قديمة قلت لكم حميتي حيحرق البلد دي، ما حاجة جديدة، ناس كلها كانت عارفة. يعني الا يكون دول بيكذب على نفسه، لكن اي دول كان عارف الواقع ده بيحصل. عشان كده الواحد قدر ما يعاين له، بس بيحاول بقدر الامكان يظل الله سبحانه وتعالى انه يخفف على المواطن البسيط المحاصر، المواطن الموجود في الفتيحاء، المواطن الموجود في توتي، المواطن الموجود في العيلفون، المواطن الموجود في نيال، المواطن الموجود في الجنينه، المواطن الحسي موجود في الفاشر. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يحميه ويحصنه. يعني حاجه محزنه عديل كده، حاجه محزنه. ونحن الحاجه الوحيده اللي بنقدر نقدمها انه على الاقل نطلع في العالم نرفض الحاجه دي، لانه في اشكاليه حقيقيه بتحصل. يعني اي واحد بعين الواقع ده يا جماعه، شير عشان يعرف الغير، وشير عشان نوصل صوتنا للغير. نسأل الله انه يحفظكم جميعا، نسأل الله انه يحفظ البلد ويحفظكم جميعا. الناس تشير بقدر الامكان، لانه بعد شوي بيضرب اللايف. عشان كده الواحد بيقوم يخش يتكلم سريع سريع ويبقى مارق، يعني زي الواحد ساكنه. الغحاته ديل القضيه اللي بيعملوا فيه ده عملوه قبل كده، يعني ما جديد. يعني انت بتفتكر انه ديل اول مره يعمل؟ لا، ما قبل كده جابوا ايام نميري، جابوا المرتزقه سنه 76 برضو عشان يقلعوا الحكم من نميري، برضو رجعوا لمنو؟ رجعوا للمرتزقه، لكن فيهم مجموعة كبيرة كانت سودانية. يعني الحاجة الوحيدة اللي بتختلف ديك 76 انه كانوا سودانيين، لكن الدور ده جابوهم من برا، هم ذاته الغحاتة. لولا الغحاتة ما كان حيكون في دعم سريع، ما هو في النهاية ده القوة السياسية. لو ما في زول تكلوا كده وسندوا وداوا الغطاء السياسي، ما كان عمل العملية بتهلك في الوطن ده. والغاية تحسي في ناس بيقولوا الغحاتة شعار لا للحرب، والحاجة اللي انتم بتشوفوها دي بعد شو لا للحرب؟ وهم بقولوا لا للحرب، والميليشيات بتهاجم في الجنينة، بتقتل خميس بكر، بتهاجم في نيالة، بتهاجم في العيلفون، بتهاجم في الكباري. هم بقولوا لا للحرب، معناته شو هي أصلا شغلانة بتاعت إنه ما في حاجة اسمها واحد يعني ينادي بالنصيحة والتاني ينادي بالتدمير. شغالين تدمير وما حيقيفوا، لأنه القيادة العسكرية يدو العارف رأي فيها. نحن كلنا عارفين ان ده مع القياده العسكريه دي، ده الجيش ده ما شغال شغله، شغالين العمل الخاص، شغالين العساكر التحت، لكن القيادات عارفينها هي سبب الازمه دي ذاتها، لانها كانت 30 سنه قاعده ولا 34 سنه قاعده لابسه جزمه وكرش كبيره وما حيقدروا يقاتلوا. وين يا ابوي؟ ديل 30 سنه في زول تاني بيقاتل لهم. اي زول عارف الحقيقه دي؟ يعني 30 سنة جابوا الخدمة الوطنية، لموا أولادنا، شوفوا على الصغار يدعون في الحرب، لموا بعد شوية الدفاع الشعبي، لموا بعد شوية حرس الحدود، لموا بعد شوية بطيرة، جابوا هيئة العملية عشان تقاتل بدلا عنهم. ما بغاتلوا ده، ما للأسف الشديد القيادات العسكرية دي كلها منتهية في الجيش. إذا ما تغيرت ما بتغير الواقع ده، نحن مقتنعين. الناس انت بتقاتل في حرب قبلية، هسي الحرب دي قبلية 100%. الناس بالنوازع القبلية بتاعتهم هم بغاتلوا فيه، انت بتنازع. هتقول لي بالنازع الوطني؟ انا مؤمن بالنازع الوطني، والناس التحت ديل بغاتلوا بالنازع الوطني، لكن في حاجة دايما واقفة لهم شوكة حوت، انه النهاية بتاعت والنهاية تكون أليمة، زي ما قال الفنان والنهاية تكون أليمة. يعني انا بعد ما غاتل كده يجي نصر البرهان ديل تاني يستلموا الشغلانة دي؟ ما هو ده ما ده يشتغلوا الجيش. البرهان ده ما حقه يكون، قلنا لكم، مجلس الحرب ولا يكون حكومة الحرب، يبقى ماري. ما ده واحد من الأزمة هو شغل. نحن عارفين بنضرب يا جماعة، الناس تشير بقدر الإمكان، حينضرب لأنه شايفين وراهم، لازم ينضرب. الناس اللي قلت لك حرب وندي حرب، أنت ما ممكن تقول يا أخي ده حرب دينية، ده الاثنين كذابين، ما عندهم صلة بالدين ذاته. لا ديك
لا نحن بنحارب حرب وطنية، بندافع عن وطننا. ديك مسلمين، نحن مسلمين ما عندنا مشكلة. ديك معتدين وغزة ونحن بندافع عن وطننا. ده الحاجة اللي بتحصل، نحن بندافع عن وطننا، دفاع عن الوطن، دفاع عن الأرض والعرض. الليلة الحرب دي يزول يفهمها كده. أصلا لا ممكن أحولها حرب دينية ولا ممكن أحولها حرب قبلية. لو حاولت تبقى حرب قبلية هتبقى طوالي حرب أهلية كده بالضبط بالنص. أول ما تحاول تحرف الكلمة بتاعت إنه تسوق القبائل عشان تغاتل ليك، معناته أنت أضعت الوطن وبقيت حرب أهلية زي اللي بيحصل في اليمن وزي اللي بيحصل في ليبيا وزي اللي بيحصل في المناطق دي. ودي نحن رافضينها، عشان كده بنقول دائما الجيش ده بغزارته دي نحن لازم هو اللي يقود المعركة دي، عشان يقدر يجمع الناس كلها تحت وعاء واحد. لو قام جمعها تحت الوعاء القبلي كل قبائل حاربت، بعد شوية القبائل دي ذاتها حيكون عندها سلاح، وبعد شوية ممكن تنازعك عديل كده، تنازع الدولة ذاتها وتفرتقها. وده اللي حصل حسي، هو مجموعة من القبائل استلمت سلاح، نازعت الدولة باسم حاجة اسمها الدعم السريع. لكن الدعم السريع ما عنده صلة، الدعم السريع ده ما تكوين عسكري يتبع للجيش. وين حسي يتبع للجيش؟ يتبع للقائد العام. وين يتبع للقائد العام؟ حسي حاليا ما بيتبع للقائد العام، إذا انتهى. ما ده الدستور كده، ده النص بتاع الدستور. إذا ما إذا بحاربك يا تحرب، ده بحاربك عشان يغزوك، عشان ياخد أرضك وعرضك بلا وكده. ولا في غطاء له، وفي غطاء سياسي للأسف الشديد، اللي هم المجموعة بتاعت العملاء ديل اللي قاعدين في مصر اللي بيشتغل. هي ما حيخلونا، قلت لك حيهكروا اللايف. المهم النازل بحارب، والله يا جماعة أكتر حاجة دخلتني في إنه الأساس بتاع المجموعات الميليشيات دي لو رفعوا يدين لحسي الأحزاب دي منهم، وده اللي حيحصل مستقبلا حيحصل، لكن حيموتوا ناس كتار، لأنه حسي بدأ نزاع داخل الأحزاب ذاته، مجموعات كبيرة جدا ترجع للرج بتاعها بإنه يا جماعة هاي الجيش قياداته كعبة فاسدة. لكن ده أساس للدولة، أساس لتنظيم الدولة، أساس لمواعين الدولة. لو أنت رميت الماعون ده معناته أنت انتهيت من الدولة. الحاجة الوحيدة بغزارته دي ممكن يكون يوم إسلامي، ممكن بكرة يكون كيزاني، ممكن يكون الجيزات وفيه قبائل، ممكن يكون كده، لكن يرجع في النهاية هو الأصل بتاع البلمة الحزمة دي. ما القيادات العسكرية، الجيزات كمؤسسة فاضية كده، يجي بكره بتتعدل، بكره يجي ناس نظيفين في 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 المجموعات اللي بتستقطب ذات العساكر، بتستقطب الضباط ديل في الكليات الحربيه، يجي كله جيش قومي فل. لكن حسي ده ما جيش قومي، احنا عارفينه القيادات اللي فيه دي ما قوميه، مبنيه على القبليه، مبنيه على الجهويه، مبنيه على الجهويه دي. دار تعرفها الجهويه دي اوريك لها كيف. حسي اليومين اللي فاتوا ديل انضربت الجنينه، صح؟ انضربت الجنينة والناس كلها بدعاين، حركات المسلحة ذاتها بدعاين. بعد شوية انضربت نيالة، تفرتقت كله وزالنجي كلها. أول ما جات في الفاجر مشوا لشنو؟ نزال الله إنه يحفظ الفاجر. طوالي في ناس قالوا شنو؟ دي حربنا، اللي هم أولاد الفاجر، ممكن يكون زي نقول ممكن يكون مني، ممكن يكون حتى لو ما أولادهم، أولاد قبيلتهم أو أولاد جهتهم، المنطقة هم ذاتهم أجوا منها، اللي هي الجهوية دي ذاتها. اول ما تمشي على الجهويه دي اسمها الجهويه قبيل، يعني ديك ما تعب عليك، انت ما حق تكون قومي يا اخي. اول ما يضرب نياله انت كنت تقول دي منطقنا، لان السودان كله حق يكون حقك انت، طالما انت فارض نفسك، خدت نفسك في موقف بتاع انك انت تكون رجل وطني او رجل دوله، ما انت حق يكون السودان كله حقك. ما دي نحن ما سودانيين، نحن ما قبليين، نحن ما جهويين، نحن سودانيين. الليله ركب الموجه، نحن ركبنا معه الموجه، مش رجعوا، مش قالوا خلاص قلوا الحياد. ما هو كان الحياد، قلنا لون الحياد، الحياد في الوطن خيانة، الحياد في التعامل مع الوطن خيانة. دي المحايدة بتاعتك دي الليلة غيرتها، ما في مشكلة أصلا. في زول بيجي يقف معاك عشان يساندك في إنك إنت تنتصر للدولة دي ذاتها وترجع لسودانك الموحد، ما بتابعه طبعا. نحن قبلانين، ما خلاص هي بقت في جهة معينة، لكن نحن بنقول يا أخي الناس تتذكر المواقف دي، ما تنساها، ما تنسى لي الموقف ده. أشكره كل ما معانا طوالي كلنا الحمد لله، إنه ناس مني أركم الناوي وجبريل وكده، وكلهم يلتفوا طنبور، لأنه رغم إنه طنبور ده كان من الأول موقف واضح، موقف مشرف يعني. لكن البغية الباغية مش جات انضمت، عبابة عشرة البلد دي، ما نحن محتاجين ندافع عنها كلنا
بغوميتنا ما بمنطقة، ما عشان ضربوا المنطقة الفلانية، ما عشان ضربوا المنطقة الفلانية تبقى هي في النهاية النقطة الأخيرة، لا، أي منطقة إذا انضربت حقو تتألم أنت، لأن أنت فارض نفسك، فارض نفسك رجل غومي وطني، أنت ما غومي كده. أنا غايته بتمنى إنه الناس ترجع تتوحد لسه، والناس بقدر الإمكان تتوحد في الجيش، في الجيش ده ما في قيادات الجيش، قيادة الجيش دي منتهية، لكن بقدر الإمكان تتوحد مع الجيش ده وقدروا ما يزيدوا الاستنفار بتاع الجيش. نحن يوم من الأيام الجيش ده حيكون حقنا عديل، حق الشعب السوداني ما حقي أنا، حق الشعب السوداني، لأنه نحن محتاجين نرجع خطوة والله، لأنه الناس بتحاول تلفلف وتدور، ما هو الواضع واضح بعد البرهان ده، ما بحقق، ما الرجل الحقيقي ممكن يغير لك، انت اتاكدت، ما تقول لي مشى فلان ومشى في التكان ومشى اللي كان، وما تقول لي نحن متقدمين ولا كده، انت ما متقدم، انت لو متقدم المجموعات المتفلتة دي اللي كان حقه تكون ويكفتتك، لا عندها ذخيرة، لا عندها سلاح، لا عندها كده، المجموعات دي شغالة قاعدة لسه، ليه قاعدة لغاية هسي؟ ليه لغاية هسي بتهاجم جبل أولية؟ وليه لغايه حسي ماسكه الاستراتيجيه؟ وليه لغايه حسي ماسكه القصر الجمهوري؟ وليه لغايه حسي مهما انت الاذاعه قاعدين فيها؟ ليه دي ما هذه لا حق الناس تفهمها؟ نحن لسه المعركه دي يا جماعه مستمره، والمعركه دي اذا ما تضافر فيها السودان كله، الشعب السوداني كله، واذا ما كل الناس طلعت ناصرت قضيتها، اقسم بالله البلد دي بتتبلع. وانتوا اقعدوا كده الناس تقعد تتكلم في التيك توك وتتونس وفي الميديا في السوشيال ميديا عامة وتتناسى القضيه الحقيقيه. القضيه الحقيقيه في انه نحن محتاجين كلنا نتضافر في حاجه واحده اسمها قوميه، اسمها السودان. لكن لو مشينا كل زول يعمل حقه اقسم بالله البلد دي بتتبلع، تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترغنا، تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترغنا تكسرت احادي. نحن يا جماعة كلنا بقينا حزمة واحدة والله، الميليشيات المرتزقة دي اللي يبلعوا لك البلد دي، ونقعد نكذب على هنا نحن ماشيين ونحن متقدمين ولنا جغمنا، لا لا ما داري انك تقول جغمنا، نحن كلنا نجغم معاك يا اخي، نحن كلنا نجغم الغبلية ونجغم الجهوية ونجغم المحابة والدهنسة دي كلها نزيلة. احنا داري نكون وطن، داري نكون وطن، لا ما ده ما مشروعنا، ما مشروعنا انه قبائل الادارات الاهليه تجتمع والكذا، لا مشروعنا انه نسترد الوطن ده. عشان نسترد الوطن ده لازم الجيش اللي بيسترد الوطن ده، الجيش اللي بيسترد الوطن، ودي مهمته اصلا، الحق انشأوا عشانه، الكونوا عشانه، الخلقوا سلسله فقريه للدوله اللي هو الجيش، العمود الفقري، المدافع، المغاتل، اللي بيحمي، اللي بيجيب، اللي بياكل، بيسند الدوله، ده الجيش. الدولة دي زي البني آدم، فصلوها كده مفصلة زي البني آدم، عندها البدافع عنها، هي بتاكل وبتشرب وبتتنفس وكده، زيها وزي البني آدم. الدولة دي مجموعة بتاعت منطقة كبيرة، خارطة بتاعت مجموعة كبيرة جدا جدا بتعيش على إنها كفرد واحد، أي مواطن فيها عنده نفس الحق بتاع أخو طوالي، ما في زول أعلى من الثاني، دي الدولة، كل مواطن يعني الدولة دي مواطنة ده زيرو رغم بس شكله شنو وكده ومحس وقيامه دي ما في زي ده. هو سوداني واخذ الرقم ده زيرو ان شاء الله في السودان بعد ده خلاص، هو عنده حق المواطن الكامل، بيخش افضل الجامعات، بيتعلم احسن تعليم، ما محتاج تزكيه، ما محتاج يجيبوه يقولوا دوت فلان ودوت حبوبه فلان، دي ما في، وخلاص البلد دي حقه يكون احنا نتعز، يا اما تبقى بلد ولا تبقى لناس ثانيين. ده كلام واضح يعني، ما داير كده خاصه نحن ماشيين للنهايه. الحرب دي ما حقت البرهان براو عشان يغوده ويفك اللجام ويربط اللجام، دي عباطه، دي عباطه، وده دليل على انه العساكر الاتحاد ما فاهمين يا زول، انت الدستور قبل البرهان، انك تحمي المواطن ده قبل البرهان، ما يعني طالما لسه الجيش ده في قيادات كده محتاج انه يتحرر منه، لازم يتحرر الجيش ذاته من القيادات دي ويحمي المواطن، ما يحمي المباني، يسند الوطن ما يسند المباني، ما يسند المباني، احمي المواطن ده. عارفين انه شغال بتكتيك، وعارفين انه حسي اللي ما دي ادابك بدا يسترد عافيته، عارفين تحت، لانه الضرب بتاع الكباري ده ضرب دليل على انه هو خلاص اصر على انه يكمل عمليه. لكن تكملت العمليه دي لو انت جيت عينت له، وبالمناسبه كل الخطوات بتؤدي لانه الدعم السريع ماشي للزوال.
الدعم السريع ماشي للزوال وحتشوف الكلام ده، لكن محتاجين نحن نتضافر. ما يزيلوا ناس معينين يبقوا فيها أبطال ويعيدوا لك العفن تاني ويعيدوا لك الدولة القديمة ويعيدوا لك الدولة القبلية الدولة الجهوية، لا لا، كلنا نشارك في المعركة بتاع تحرير السودان ده عشان نحن كلنا نلقى حق المواطن المساوي. ما يجي زي برهان ولا القيادات ياسر العطا ولا فلتكان ولا الغحات الغزيرين ديل يمثلوا لك شيء. ما في شيء، ده بلد، دي وطننا يا جماعة. الحاجة اللي أنا كنت دار أقول والله قبل يومين، أنا كنت دار أطلع لايف مهم جدا جدا للأسرة. طبعا الميليشيات دي قابضة بالمناسبة كميات كبيرة جدا جدا من الناس البسيطين، من الناس اللي باسم ده الفلول وده مخابرات وده كده بس نهب، وكميات كبيرة جدا جدا غير الناس الفدية بقت مشهورة. يعني عندك أهل قريبة يقبضوا يا دول، عنده أخوه قاعد قالوا في أمريكا عشان يفدو، دي شغلانه بقت مشروع كامل شغالين الميليشيات دي. الكلام ده وغير الناس اللي قاعدين يا جماعه لا اكل لا شراب لا كده، يقول لك يا زلمه ياكل شنو؟ في الناس ماتوا من الجوع والله، كميه كبيره ممكن يكونوا 5-6 ألف الناس اتناستهم عديل كده، اقسم بالله العظيم زي الجاني زي ما بيقولوا في النوم كده شعب. انا ذاتي زي اتأثرت ذاتي، انا بقطع اللايف ده يا جماعه، الناس تشير بقدر الامكان. أنا ذاتي شعرت بأنه أنا أسير في لحظة من اللحظات دي، وشعرت بالناس اللي بيعانوا موجودين في كميات كبيرة في الإذاعة، في مجموعات كبيرة في القصر الجمهوري، في مواقعهم كلها يا جماعة، الناس دي خاتين كمية كبيرة من الأسرة، ودي دي الحاجة دي المحتاجين تحرر. يعني دي المنتظرين من الجيش، منتظرين من ناس العمل الخاص، منتظرين من العساكر من القوات النظامية إنها تسندوا إنها تطلعهم من المحل الضيق ده، جوع وعطش وقاعدين في سجون والله. يعني ده الكلام ده حتيجي تسمعه بعدين والله، والله حتيجي تسمعه بعدين وحتسمع حكاوي للناس اللي عاشوا فيهم كمية كبيرة جدا جدا، لأنه ديل الميليشيات دي يا جماعة ما عندها أصل، ما عندها أخلاق، ما بتعرف تتعامل، ما بتعرف كده. يعني شغل بتاع إنه خاتين ناس، لو متنا يموتوا معانا 100-300-400 بيخطون أسرة، لا أكل لا شراب لا كده لا كده، وديل الناس الوحيدين اللي عايشين على أمل، أمل واحد بس إنه يعني يسهروا العساكر دي اللي يحررون، زي ما يسهروا العساكر في كل منطقة، لأنه دائما الجيش يا جماعة ده جيشنا. يعني أول ما يسهر في أي منطقة المواطن بيطلع بعفوية كاملة إنه يعني يسور ويشعر بالإطمئنان ويشعر بالراحة ويشعر بإنه يا دابك شعر بالأمان. لو ظهر الدعم السريع هو ما بيشعر بالأمان، لأنه الدعم السريع منظومة عارفة، مهما حاولوا يزيفوها المطبلين الغزيرين ديل، ومهما حاولوا يغيروا الواقع ده، الواقع موجود، الواقع مشاهد، الواقع ده بصموا عليه، بصمت عليه الأمم المتحدة ذاتها، بصموا عليه البريطانيين كلهم، بين الميليشيات المرتزقة دي قاتلة وساحلة ومغتصبة وحتنهب البلد دي، وجاية على أساس إنها تنهب البلد دي، دماء ده واقع ما حيتغير. إذن عشان نحن يعني أنا بفتكر إنه دي رسالة للقيادات العسكرية لسه بتغاتل من الجيش جل بأنه يحاولوا بقدر الإمكان يحرروا الأسرة. في أسرة كثيرين يا جماعة والله، في أسرة كمية كبيرة جدا جدا من الأسرة، والأسرة دي لا أكل لا شراب لا أي شيء. الكلام ده دي الحاجة الوحيدة اللي بتشعرك بأنه يعني البلد لسه بتدافع عنك، البلد لسه بتفتش في إنك أنت تجيبك للأمان. ده غير الناس اللي قاعدين في بيوتهم، الميليشيات دي لسه والقتال مدور يا جماعه، والجيش شغال في النباوي في المناطق بتاعه النباوي شغال كل يوم بيحاول يتقدم، لكن الميليشيات دي في حكومه اماراتيه بتدعم دعم كامل، دعم لا محدود، دعم ظاهر، دعم جهارا بيقولوا شنو جهارا نهارا جهارا، بتدعم دعم كامل، بيجي من ليبيا وفود عربات جالها حد يتحرك من ليبيا لما وصل جزيرة، ما في دول قالت ثلاثة كم، ودي حاجة مؤسفة. عارفين إنه المهمة كبيرة والنازل كميتهم كبيرة، زي النمل يا جماعة، النازل كمية كبيرة، أي ده اللي استنفروا أي من أي زول من 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 ناسه أو أي ابن قبيلة منهم، جيت عطاوة جنيت وقبائل تانية كثيرة، ده كلهم مستنفرين. الضعين دي حقتهم، حس الضعين اللي بكوركبا دي حقتهم، لكن دي ذاتها دي نقطة العودة. وجبل أولية ده بالمناسبة للناس، الناس تهتم بجبل أولية ده، لأنه جبل أولية ده كرت ضاغط للمصريين، للناس اللي بتفهم سياسة
انه اول ما تحس يحس المصريين بانه الميليشيات دي استلمت جبل اولياء يبقى في مشكله ثانيه، لانه دول حيلعبوا في الامن القومي المصري اللي هم المويه. المصريين دول ما اي شيء ممكن يتهاونوا لك فيه الا الامن المائي بتاعهم. الامن المائي دول 120 مليون حتمسكوا الميليشيات؟ قلت لك طبعا حيقطعوا، قلت لك حيقطعوا لنا. لا سلم الله الحكومه الاماراتيه، والله نحن الشعب الاماراتي ده بنحبه وما عندنا مشكله معه، والشعوب دائما ما مختلفين معي. لكن ده كمان التحيه لك، نسال الله انه يحفظك واسرتك الكريمه. برضو يا ابو دك ابو 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 عزه، لا سلم الله الحكومه الاماراتيه، التعريف مهم جدا جدا، لانه الشعب الاماراتي ده ما عنده برضه مغلوب على امره، وبرضه في واحد دكتاتور قاعد مسيد عليه، ولا عندنا ما عندنا اي خلاف مع اي شعبي في الدنيا دي، عندنا خلاف مع الحكومات الفاسده اللي بتحاول تحقق مصالحها من خلال انها تدمر بلدنا، تدمر وطننا اللي باسمك كتبنا ورطننا، دي مشكلتنا معاه. المهم يعني لسه انا كنت بتكلم في موضوع مهم بتاع الأسرة ده، طلعت منه. الأسرة ده يا جماعه انا يعني بناشد والله القيادات الموجوده من العمل الخاص، مناشده خاصه بانه يحاولوا يحرروا أسرة كثيرين، خاصه ناس في الاذاعه، خاصه في القصر الجمهوري، في أسرة كثيرين ولسه في عندهم مواقع ثانيه، والمعركه دي محتاجه انه الشعب السوداني ده كله يتكالب حولها، كله يرتبط بها. الخزان بتاع جبل اولياء ده بالنسبه له لو حصل فيه اي تدمير، لو حصل فيه اي مشكله، معناتها مصر دي ممكن يغرق فيها جزء كبير، خاصه لو جل يعني في مياه كثيره بتاعت الخريف، يعني ممكن تجيهم مياه كثيره جدا جدا، ممكن تدمر خزان ذاته اذا في مياه من السنه اللي فاتت، تبقى في اشكاليه، لانه ده هو زي ما بقول هو السنتر بتاعهم، عشان كده هم بعينوا له ديل منه ديل المصريين. أضف إلى ذلك الفاشر دي برضو مرتكز، لأنه الناس اطلعت من الجنينة. شوف الخطين الماشيين فيهم الدعم السريع دي للنهاية، الدعم السريع كذاب ما حيقدر يخش الفاشر، لأنه خلاص هي ذاته في مجموعات كبيرة تكالبت، وبهنا بدأ يتلاعب بالأمن المصري، لأنه دي المهتمين بالموية 120 مليون من حقهم. ما أنت في النهاية أنا زي الجاري ببيتك، ولا جاي ببيتك جاري لي خرطوش بتاع موية بشرب منه وبشرب منه أنا وأولادي. إذا الخرطوش ده جاء واحد معتوه زي الميليشيات بتاعت المرتزقة ده مسكوه، وطبق وتذكر موضوع الأسرة يعني المرة بالمناسبة أربطوا لك مع بعض. الأسرة المصريين اللي كان قبضون الدعم السريع، الأسرة ديل سلمون والناس حضرت تسليمون، وكان التسليم واقف هو السفير الإماراتي، لا سلم الله الحكومة الإماراتية، السفير الاماراتي. ليه؟ لانه المصريين لو ما كانوا سلمونا الاسرى ديل كان عندهم برضو قرارات، لو ما سلمونا الاسرى بتاع الناس اللي قبضون ديل هي حتتدخل في الحرب دي تدخل كامل. ده كان الراي المصري بانه طالما انت ما فكت لي الاسرى معناته انا حاعلن عليك الحرب، وحتبقى حرب كامله، انا حاسند الجيش ده سند يعني واضح جهارا نهارا. وصلوا معاهم الاتفاقيه في الوقت ذاك، وصلوا معاهم الاتفاقيه بانه يا اخي حيسلموا الاسرى، الحكومة المصرية تبتعد. ولو لاحظتوا في فترة الحكومة المصرية ابتعدت من انها تدعم الجيش بصورة واضحة، يعني جات شوف بقطة يا جماعة، ظهور حس الميليشيات في جبل اولياء معناته مهدد امني، النيل ده ما بيلعبوا فيه، مهدد امني للمصريين. شوف طوالي هم ضغطوا بهنا انه حيستلموا الخزان، ممكن يدمروا الخزان ذاته، نازل ميليشيات مرتزقة ما عندها اصل، لو جاء الاوردر من محمد بن شيطان هناك طوالي في الحاله دي طوالي بيدمره، ودي مشكله كبيره جدا جدا. الحقيقه دي المخوف المصريين، وحسي لو لاحظت في بوادر بتاعت انه المعتوه البرهان ده يمشي للامارات، يمشي يقعد للامارات، حيمشي يقعد ليش يعني؟ ما هو في النهايه الدعم السريع بتاع الميليشيات دي هو ذاته ذول الميليشيات دي، يعني هو ما بعيد منها. ما هو البرهان ده وقت جاء على اساس انه يقعد اطول فتره من خلال الميليشيات دي ذاتها، لو ما المطامع الواضحه بقت من حمتين واستلم السلطه وبقى صراع بين جنرالين في الحقيقه، لكن في النهايه قاموا ساقوا معه الجيش السوداني اللي هو الركيزه بتاعتنا نحن دين، الركيزه بتاعت المواطن. اذا مضطر انت كمواطن تحمي جيشك، مش تحمي البرهان ولا تحمي القيادات العسكريه. نحن طالعين عشان كلنا بنطلع وكلنا بنناصر وبنستنفر اهلنا
عشان ينصروا الجيش السوداني. مختلفين مع القيادات، مختلفين مع القيادات. محمد بن زايد، قال لي محمد بن زايد، اي محمد بن زايد، محمد بن زايد، محمد بن ناقص، تحيه لك يا اخي. حقيقه هو محمد بن ناقص هاي، او محمد ناقص، لانه محمد ده اسم جميل، اسم الرسول، اجمل الاسماء ما حمد وعبد. انا ما عارف هم ذاتهم بيسموه كيف عشان يوثقوا الاسم ده، ولا يعني بحاولوا يوثقوا الاسم ده، يعني ده الزول ده يعني ده صناعه يهوديه كامله. الناس كلها عارفه انه محمد بن زايد ومحمد بن سلمان ذاته، هم الاثنين صناعه يهوديه كامله التفاصيل. ودي الحاجه الوحيده الحاسبه بتوريك الحاجه اللي بيعمل فيها دي، تدمير السودان، تدمير ليبيا، تدمير اليمن، بشغالين تدمير في الدول دي. اصلا ما اصلحوا، ما دخلوا يدهم انصلح الحال. سوريا، العراق، كلها دمروهم الناس كلها تعلم. بعد ما انتهوا من اسيا دي، الناس اللي حولهم كلهم دمروهم، قبلوا على افريقيا تدمير شامل كامل. لانه التدمير ده اول حاجه بيحفظ لك مخزون الارض، الحاجات اللي بتكون في الوطة دي بتكون محفوظة. ثانيا بتهجر ايادي عام لعبيد عشان يجي يخدموا في دول زينا، نجي نخدم. يعني مستفيدين من المشروع بتاع التهجير ده، ذات شباب، والله شباب، مئات الالاف من الشباب السوداني الليلة طلعوا. دي شباب، ده زي ما قوة عاملة عديل كده، قوة ضخمة عاملة. هسه المونديال اللي حيكون في فرنسا والحاجات دي حيكون ظابط، يعني قوة عاملة راقدة مجانا كمان من هنا وبندقنوا وفتلوا. ده صراع ماسوني كبير جدا جدا، لكن نحن كشعب سوداني لو توحدنا بنزيل الطغمة دي وبنكون دولة. تكوين الدولة ده بيحتاج انك انت تبعد منه القبلية، وتبعد منه الجهوية، وتبعد منه يجي والناس تعيش بالمساواة. دولة بتاعت مواطنة حقيقية نحن نتساوى فيها كلنا، دولة بتاعت عدالة ممكن يتقدم. حسي النقطة دي ممكن تكون نقطة فاصلة لسودان قديم، لسودان جديد. نحن شغالين في السودان، ناس لاعبين كوره، وناس ساكين الكوره، وناس ساكين المناسبات، وناس ساكين الحفلات، وناس بيموتوا. ده لو ما تغير نحن ما بنمشي لقدام. لسه على المهاترات شغاله والهشتك بشتك، وكانه ما وفي ناس ما دارين خبر السودان ذاته. يا زول طيب السودان ده داري يصلح لك منه؟ الداري يغير لك منه؟ انت منتظر عشان ما عجبك تخليه؟ دي ما نافع معاي تمام، ما تيجي تغير انت. ما نحن كلنا حقه نتفق بانه انت ابتعادك من القضيه السودانيه دي معناته انت صرفت النظر عن بلدك، ما عندك ذره بتاعت وطنيه عشان تحمي اهلك وتحمي عرضك وتحمي منطقتك وتحمي اساسك. ده بيتك، انت ما حميت بيتك ماشي تحمي وين يا ابوي؟ انت بتفتكر انه العالم الخارجي ده حيكون بيتك؟ والله لو اندفنت ما تلقى فيه شبر، بالقروش تندفن بالقروش. اللي يستلم الفرقة 20 الضعين، الضعين دي حقتهم، الضعين ده المكمن بتاع الرزيقات ذاته والميليشيات دي ذاتها. ما كل الرزيقات يا جماعة، أنا دائما ما بقعد أعمم، ما بحب التعميم، لأنه القبيلة ما عندها ذنب في شباب من القبيلة عملوا خراب ولا دمر ولا كده، دي ما عندها صلة به. زول فاسد في قبيلة ما معناته إنه القبيلة قبيلة، دي قبيلة يا دول، قبيلة كبيرة ما بتقدر دي قبيلة كبيرة يا جماعة، عشان أتم كلامي، دي قبيلة كبيرة أنا ما بقدر أتكلم عنها، دي قبائل كبيرة، نتاج بتاع تصاهر وأولاد وأبناء وخيلان وأعمام، عزوة ضخمة جدا جدا تفرقت، ما بتقدر تقولها. فيها الناس الصالح وفيها الطالح، وفيها الزول المهذب، وفيها الزول الشيطان، وفيها الزول الدكتور، وفيها الزول الماسك عنده أخلاق، وفيها الزول اللي ما عنده أخلاق. منظومة ما بنقدر نتكلم عنها، لكن بنقدر نتكلم عن انه في مجموعه منا للاسف استغلت الكلام ده. يا جماعه احنا حاسين في الموجه يوم 25 ده، ناس باريس اللي شايفون عندهم ناس 25 ممكن يكونوا حركات وممكن يكونوا اي شيء، لكن احنا اي حاجه طالعه من اجل السودان وضد الميليشيات بتاع الدعم السريع نحن طوالي فيها، لانه نحن مؤمنين بثورتنا. اول حاجات في الثوره العسكر للسكنات والجنجويد ينحل، العسكر للسكنات ده اساس ثورة. والليلة نحن زدنا عليها حاجة تانية، والأحزاب للانتخابات، والأحزاب للانتخابات يعني بقت ثلاثة أساسيات، لو ما تنفذت ما بنمشي لقدام. العسكر للسكنات بعد ما ينتهي من حل ميليشيات الدعم السريع يمشي لسكناتهم، الأحزاب دي تمشي للانتخابات بتاعتها عشان تتكون دولة، تخلق دستور جديد بتاع مواطنة، الناس تخط زي ما بقولوا تخط العدالة الاجتماعية، والحاجة مسطرة تتنفذ على الناس كلها، وتبدأ تكوين دولة جديدة. لأنه ما تقول ليه السودان زمان كان دولة.
ما كان، نحن ما كنا دولة، نحن كان مجموعة بتاعت عصابات مستولية عليها طرق صوفية، إدارات أهلية، مجموعات كلها طائفية جهوية كانت هي المسيطرة على الكلام ده. نحن محتاجين إنه اللي بيسيطر على الكلام ده دولة المواطن، أي مواطن، ناس كلها بالحاجة اللي بتقدمها، بمشروعك في راسك اللي بيختارك الشعب على أساسه. أول ما تقدم مشروعك والله ده المشروع اللي أنا دايره، والناس تمشي تقول ده بس مشروعنا. لكن داير تجي سايبي أنا ود قبيلة فلان، ولا أنا ود شيخ فلان، ولا أنا ود السيد محمد عثمان، ولا أنا ود السيد ده، تمشي هناك أنت يا بابا سيد شنو يا أبوي؟ تاني ما فيها سيد، دي دولة بتاعت دي دولة بتاعت المواطنة، دي دولة بعدالة اجتماعية، دولة مدنية خالصة، الناس كلها موجودة قدمت مشروع والله ده مشروع كويس يركب طوالي، بتقدر تنفذ مشروعك هاي برغبة يا بابا. ما فيك لك ساي شهر شهرين ثلاثة ما نفعت تبقى مارك برهان، ما نفعت في الجيش يا أبوي برهان، أنت فشلت في المعارك دي كلها، المعارك الحسي بتدور دي فشلت، فشلت في إنك أنت التف حولك الشعب، فشلت في إنك تنزل تبقى راجل ضابط مالي قاشو وينزل يحارب زيه زي الرجال، أنت فشلت. نحن قيادات عسكرية ما بتحارب في الميدان دي ما بتنفع معنا، نحن القائد العام ده يكون قدام، انت دار تحرش الناس وتجيب بعيد عشان تعيش عشان ابوك تحقق طموحاته، ما بتنفع معنا يا ابوي، اطلع كاتل زيك وزي الرجال ده داتوا عشان على الاقل يعني شوي ننداح نزعر بانه زولنا ده راجل في رجاله ما شنب ساي. اطلع الجيش بيقول هناك انت قائد عام، اطلع معاه في المعارك، اطلع معاه في المعارك بتاعت الحسي بتدور في العيلفون، ولا بتدور في جبل اوليه، ولا بتدور في نياله، اطلع قدام الناس ما تموت يا اخي. ما هو رغم اختلافنا مع الدكتاتور دبي داكا اكثر حاجه فيه دائما يعني عجبانه انه شغال عسكري، اول ما تحصل معركه بيمشي بقدام، لما مات قدام انت ما قدرت تموت يا صاحبي، انت دار تستلمها ما بتستلمها ثاني. قلت لك الشعب السوداني ده وعى، والشعب السوداني منتظر تنتهي ميليشيات الدعم السريع وهي ماشيه للزوال، لو دعمت الحكومه الاماراتيه ولا دعمت الحكومه السعوديه ولا دعموا الروس ماشيه للزوال، لانها هي بقت هي يعني زي ما بيقولوا الشعب السوداني ده كله بيقى ما بيقبله تاني، من الصعب انه يقبل له زول شافه بعينه قتل، شافه بعينه اغتصب، شافه بعينه سرق، شافه بعينه نكل بالمواطن وعذب المواطن، شافه بعينه هو بيقلع حق المواطن، ما في زول بيقبل ميليشيات يا ابوي، وما في زول بيقبل غحاته، لانه لو ما الغحاته سندوا الميليشيات ما كانت الميليشيات فكرت في انها تستلم السلطه، لان السلطه دي محتاج قوه سياسيه قلنا لكم، يعني حميتي ده الهالك، حميتي للتعريف اهم حاجة الهالك دي لذيذة جدا جدا الهالك، ودي واحدة من الحسنات، انا قلت لك واحدة من الحاجة الكويسة انه هلك لا القاتل هلك، فضل القتل البوراودل وفضل القتل المعانا، نسأل الله سبحانه وتعالى انه يحفظ وطننا، نسأل الله انه يحفظنا، نسأل الله انه يتقبل شهدانا ويشفي جرحانا ويعيد مفقوديننا ويطلق اسرانا يا جماعة.